لأن وجود الأطراف السياسية الأساسية في اجتماع اليوم هو في حد ذاته خطوة إيجابية. لقد أعلن الجميع بصيغة مختلفة الموافقة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وحدد موعد 10 ديسمبر المقبل. لقد دعوت خلال اجتماع اليوم بوقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد وكفانا ما نزف من دماء، وعلى الجميع الالتئام للحوار ووقف التصعيد العسكري في مدينة درنة الذي يهدد حياة وأمن المواطنين، ونأمل أن يتم التوصل إلى صيغة وطريقة لفتح ممرات آمنة وإيصال الخدمات والاحتياجات الأساسية للسكان.